السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة حوالكم؟ يعني تأخرت عليكم مو؟ أهلا بكم بالحلقة الخامسة من مفتهمين غلط. أكو سالفة مال بنية تطلع شعرها من فوق، يعني من فوق الحجاب، أو تطلع شعرها وقدلتها وهي محجبة. حبيبتي ايش تحسين؟ يعني يمكن أكو آية نزلت تقول طلع قدلتها حلال، أو يمكن حديث نبوي شريف أكو موجود يقول الشعر كله حرام ما عدا القدلة الفوق حلال. لك بابا أنت لو تذبين الحجاب أحسن لك، لو تذبي لو تلبسي عيب عليك، شوهتي صورة الإسلام. زين أريد أسأل السؤال، أنت لابس الحجاب خوفا من أهلك لو خوفا من الله؟ أكيد خوفا من أهلك، لأن لو تخافين من الله ما تطلعين شوية من شعرك. يا أبا قولي لهم لأهلك ترى أنا مو قد الحجاب، خلى نزعة وبعدين أتحجب. بس من تلبسي وتشوهين صورة تصيرين لا مفتهمة غلط. لك مفتهمين غلط؟ أكو سالفة تقول إذا تعيش برا تعيش بغربة. يا الله ولكم هو اللي يعيش هنا بغربة، يعني والله بالعكس هنا بالعراق أنت عايش غريب. عقول إنك غريب؟ كيف تكون ابن خالي؟ هنا من يحترمك أنت؟ لا ناس تحترمك ولا حكومة تحترمك. أكو واحد يحترمك مثلاً من تفوت مستشفى؟ حقوق الإنسان كلها ما موجودة بهالبلد هذا. بالعكس أصلاً برا تعيش يحترموك أكثر من سكانهم. فاللي يقول أنا عايش برا وعايش بغربة، لا حبيبي أنت كذاب، أنت ما عايش بغربة. بس انت مأثرة عليك اغنية حسام الرسام سمعته بغداد وهيك تحس يعني بغربة. انت مرتاح متونس. لك مفتهمين غلط. اكو ناس ياخذون حبوب مانع شهية حتى شنو والله حتى يضعفون. اقولكم بالله اتهم عندكم عقل. لك هي شنو هي الشهية؟ الشهية عافية، الله منطيك عافية، شلون تروحها بهالحبوب؟ بس فهمني هسه فكر وياي، اللي يتمرض مو يقول ما يشتهي؟ ليش ما يشتهي؟ لان مريض. اذا عدم الشهيه مرض وانت تتمرض نفسك على مود تضعف. اخويا اكو كوما طرق للضعف، لا تتقرب للادويه لان كلها اعراض جانبيه. مفتهمين غلط. اكو سالفه صدق قهرتني وغاثتني، سالفه اسمها العلويه والسيد. اني افوت على الفيسبوك او على الانستغرام خصوصا، يعني القى بنيه اسمها علويه. طبعا هاي العلويه تجذبني، لك علويه لك بيت رسول الله، فاسوي لها متابعه. المهم اطب على هاي العلويه، ابوع صورها كلها طالع شعرها، لو لابست لك قصير وطاقة صورة البوزها والرجلها والجسمها والكل شيء، وكل هاي الشغلات تلقاها كاتبة علوية مو سوية، انه بليدقك مو سوية. انت تعرفين ايش دا تسوين هسه؟ انت شوهتي سمعة بنات رسول الله العلويات. انت المفروض من تكتبين هيك المفروض تلتزمين بيه، من تكتبين علوية ومو سوية، لان هذا الشيء بصراحة فخر إليش تكونين علوية ومو سوية، مو تطلعين جسمك وشعرك، يعني احسن تشيلي هالاسم، شيلي علوية ومو سوية. مو كاتبتلي علوية ومسوية وصورك كلها طوط. لا وهذا السيد وتلقاه يبربع ويسكر انه بيصحوا للسيد. لك مفتهمين غلط. مرات اني افتر بالشارع او افتر يعني على الشارع العام مثلا، او اروح لفد منطقة والقالك محل كاتبين فوقها شركة النور للتصوير، ابوع لك على الاسم شكوبرا شركة النور للتصوير، تبوع لك على المحل 4 مترات يمكن بمترين. زي حبيبي وين كاتب؟ وين الشركة بالموضوع؟ انت كاتب شركة النور للتصوير، وين الشركة بالموضوع؟ فهمني. لو هاي افران صمون ابو علي، افران صمون السعادة، اسواق حمودي، لا يعني مسوي لهم علامات ماركة مسجلة. يعني اقولكم ايش بيكم انتو، ترى ماكو داعي تسوون اسماء وشركات واسواق ابو جبار واسواق حسوني وافران صمون ابو مختار، هي محلات عادية، ايش فاتح لكم شركات؟ ومن يعرفكم انتو؟ بس فهموني. هسه بغير دول مثلا الصيدليه ما يكتبوها صيدليه فلان، لا بس يكتبون صيدليه، حتى لو صيدليه بصف صيدليه بصف صيدليه يكتبون بس صيدليه، ما يكتب لك صيدليه الرحمه صيدليه الموده. ومفتهمين غلط. طبعا اكو سالفه غاثتني بالعراق، يعني بصراحه هيك مفوره دمي، مال الكبير يصعد بالصدر ترى واقفه. ها يعني مثلا اروح انا وابويا وعمي الكبير في فد مكان والسياره منتظرتنا بالباب، ابوي ايش يقول له لعمي؟ اصعد اصعد بالصدر. لا لا ذاك يقول له لا ما يصير تفضل، يقول له لا والله ما يصير تفضل، وذاك يقول له لا لا ما يصير تفضل. يعني يتعازمون على الصدر، ادري شنو هو صدر مال الدجاج، هو صدر مال السياره، يعني يظلون تقريبا ربع ساعه واحد يقول له لا تفضل، وانا بعد شوي اضرب راسي بالقاع. بس فهموني هو شنو الاحترام بالصدر؟ هو اصلا بس الزعماء يقعدون اللي ورا، واللي يقعد بالصدر هذا هيجي شلون يفتح لهم الباب او الحارس الشخصي. مفتهمين غلط. مرات ابويا يقول لي يا ابني اهم شيء الشهاده، حتى اذا ماكو تعيين اهم شيء شهادتك. يعني بربكم مو ظلم؟ اخلص ادرس تقريبا ايش كم سنه؟ اول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث رابع خامس سنة. يعني ادرس 12 سنه وتلحق 4 سنوات كليه، 12 13 16 سنه ادرس وتالي متى اقعد بالبيت؟ لو مشتغل 16 سنه بمكان ما ادرس كان هسه انا ملياردير.
كان هسه فاتح مدرسة. شنو بالله مهندس يبيع لفات قص؟ لو خريج شهادتك كبر هاي يشتغل بفرن ما صمود. يعني هذا بلد هذا ويقول لك ليش ما تدرس؟ ليش ما تقرا؟ ليش ما تنجح؟ هذا ما لك واهس. حتى لا تقولون ليش الشباب تهاجرون ويطلعون تهريب وكله من وراكم. حق هذا كل حقوقه مبيوقة طبعا ينهزم. يا حكومة انتوا مفتهمين غلط. بنهاية الحلقة اريد اعلمكم على شغلات بصراحة هم غاثتني وهم الناس مفتهمتها غلط. ركز علي حبيبي وافتح دماغك. اكو ناس تكتب ان شاء الله هيجي. مثلا من واحد تكتب له اليوم تجي يكتب لك ان شاء الله. شلون يكتب لك اياها باع شلون يكتبها؟ يكتبها هيج. ان شاء الله يكتب هيج يكتبها. ان شاء شنو حبيبي؟ يا شنو دا نمتحن عربي؟ ان شاء شنو؟ لو اكو ناس تكتبها هيجي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو حبيبي؟ عمي ترى حرام انتوا تلعبوا اللعب تدرون لو لا. ركز علي وافتح دماغك. ان شاء الله هيج تكتب باوع. ان شاء الله ان واحد وشاء واحد والله واحد. ان شاء الله شاء يشاء يعني الله يشاء على فد شيء. ان شاء الله معناها بالعراقي يعني اقول لك اياها اذا الله راد معناها. ان شاء الله معناها اذا الله راد. افتهمت؟ واكو ناس من تقول له صلي على محمد والي محمد هيك يكتب لك اياها باوع. كاتب لك يا الله مصلي على محمد والي والي محمد هيك يكتب لك اياها. يعني ابوه على تعليقات الفيسبوك تسمع ضحك. الله مصلي شنو بس فهمني حبيبي. الطريقه الصحيحه هيك ركز علي. اللهم صل وليس صلي. صل وعليه جوها كسره. صل على محمد وآل محمد مو وآلي. نحول على الجمله الثالثه مال الحمد لله. اكو ناس بالفيسبوك يكتبوها هيك حمد الله. حمد الله شنو بس فهمني حمد الله شنو؟ لك بابا الحمد لله. اوف الالف لا تخلي الف تصير الحمد الله لا تخلي هيجي. الحمد لله. تعلم يا اخي ليش وقت اظل اعلم بيك انا؟ ايش كبرك بعد الصيف؟ اذا عجبتكم الحلقه سووا لها لايك واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك. اتمنى تكون عجبتكم ولا تنسون تسوون اشتراك للقناه ولا تريدون تشوفون كل فيديوهاتي بس اكتبوا باليوتيوب يوميات واحد عراقي ولا تنسون تسوون لايك على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات واحد عراقي. تقريبا بيها راح توصل 20,000 معجب. هاي صفحتي الرسميه ورابطها تلقوه جوا www.facebook.com/iraqdayiraq. ولا تنسون تسوون لي متابعه او فولو على الانستغرام على هذا الحساب بس تكتبه فاست وولف راب. بس تكتب هاي الجمله يطلع لك حسابي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومفتهمين غلط شباب. طبعا بنهايه الحلقه بس حبيت اوضح لكم شغله. اني صفحتي على الفيسبوك وهي مسوي لي صفحات على الفيسبوك يعني بحيث مدى اقدر احسبهن تقريبا بين بالمئة صفحه كلهن اسمهن يوميات واحد عراقي. انا صفحتي الرسميه راح توصل لل20,000 معجب. يعني هاي الصفحات اللي بيها 20 معجب اللي بيها 100 معجب اللي بيها 1000 معجب هذني مو صفحاتي. هذني كلهم تقليد ديشوهون سمعتي وينشرون اشياء انا ما انشرها اصلا. انا بس انشر اشياء عن البرنامج ومرات انشر صوره الي او هيك شيء يعني او مناسبه او فتشي. صفحتي بس تكتبها تطلع لك اول وحده. طبعا اشكر كل من دعمني بهالحلقه وطاني ايش كم فكره. اشكر سيكو شيكو ميكو ورفول الشمريه العلم على راس كلكم وتحياتي.